هذه فكره ديالنا حنا، حنا التعاونات ديال سوس كنصيبوا هذا المنتوج، هذا الملابس تمثيل ديال 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 هادشي ديال هادشي ديال سميتو افلام سينمائيه. المهم كنطوروا هادشي المهنه هادي باش نرجعوا داك التراث اللي ما يضيعش. التصميم ديالو بدا فكره تحت فكره صافي، وبدينا كنصيبوه حتى ولينا نطوروها، والمسائل حتى قادينا المسائل وجا هو هذاك مزيان. الشركه كاينين الدراري في التعاونيه خدامين معنا كيصايبوا هذا الخير هذا، الا كان شي كوموند ولا شي حاجه كنصايبوه على حسب الكليان. الناس اللي ذوي الاحتياجات الخاصه كان خصهم ما يفقدوش الامل ويطوروا، لا عندهم 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 ما يتقال، خصهم يخدموا وشي مبادرات وداكشي، الا داك الخير كيسر فيه الله كيمشي. حنا دابا انا دابا ربع عائله كنتعلم في هاد الصناعه هذه، دخلت ليها باقي ما كنعرف والو، داكشي ويني داكشي اللي فيا الدخل ديالي خرج، ولا كنفتكروا هاد الخير هذا. البنادم ما يفقدش الامل، يبدا ديما سميتو يبتكر ويمشي كما الحياه. لا هي تجارب، الحياه هي تجارب، باش ما بنادم غادي في الحياه ديالو راه كيسميتو كيبدا سميتو التجربه ديالو والمسائل ديالو في الحياه، بلا ما يفقدش الامال وصافي، وبنادم الله هو اللي كيكمل الخير وداكشي. هذا الشيء هو اللي كان الناس اللي جالسين في الدار ما كيديروا والو، ولا جالسين خصهم يتعلموا، والمراكز ديال التكوين راه كاينين. حنا عندنا سميتو كان انا كمكون في معهد التكوين المهني، وعندنا اشخاص دوزوا عندنا ستاج وتعلموا لهذه الحرفه هذه من ذوي الاحتياجات الخاصه. وحنا كنطالبوا حتى العنصر النسوي، العنصر النسوي حتى هو بحال البنات يحاولوا يدخلوا، حيتاش ما بغيناش هذه الحرفه باش تمشي تنقرض. حنا كتعاونيه سوسيال دولي عندنا متدربين من ذوي الاحتياجات الخاصه، وحنا كنطالبوا من متدربين والاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه يحاولوا يتعلموا لهاد الحرفه هذه، راه مزيانه كتساعدك في قوت اليومي ديالك. وهاد الحرفه هذه راه حنا كتعاونيه كنحاولوا نعلموها بحال دولي احتياجات. السي عبد العزيز حسين تبارك الله راه ملي كان صغير وهو كيزاول هاد المهنه هادي وتعلم، ودابا حاليا دابا راه تبارك الله كيخدم كيوجد المنتوجات تبارك الله في المستوى. و كيدير التصميمات كيدير كل شيء دو ا دو 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 من الموديل من الفصاله حتى الفينيسيون. وحنا هاد اضافه نوعيه باش المنتوج يتعرض ويتشهر ويكون معروف على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي.